السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. حادث مرور مميت، تدخلت الوحدة الرئيسية من أجل حادث مرور يتمثل في انحراف واصطدام سيارة من نوع تويوتا ياريس بشجرة بمخرج بلدية قلمة الطريق الوطني رقم 20 قلمة قسنطينة، بها 6 أفراد من عائلة واحدة، حيث خلف وفاة الأب سينون 48 سنة وإصابة الأم با واو 45 سنة، لها ألم في الرأس. الأبناء 3 من جنس أنثى 16 و14 و12، والأخير 6 سنوات من جنس ذكر، لهم إصابات خفيفة، تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى، فيما حول ضحية المتوفي إلى مصلحة حفظ الجثث. الحكيم عقبي: إن لله وإن إليه راجعون. سوقوا بحذر، عائلتكم في انتظاركم. على حسب شفت بان الشوفير مش لابس، مش مدير خلاص لسانتير، الطوموبيل مش مهلوكة بزاف. الله يرحمه ويبس عليه يا رب العالمين ويصبر أهله. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.